بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. اللهم بك نستعين وبك نستبين، نستغفرك ونستهديك في كل وقت وحين. أعزائي الطلبة، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن ذا نلتقيكم في درس جديد ضمن مشروع مدرستنا ومدرستكم، بيتنا وبيتكم الثاني، مدرسة المناهل الدولية، ومشروعها التعليم عن بعد. سائلين المولى عز وجل أن يحقق لكم الفائدة المرجوة من هذا اللقاء، وأن يرفع البلاء ويكشفه عن جميع خلقه، وأن يعيد اجتماعنا بكم وكادر مدرستنا كاملا إن شاء الله تعالى عما قريب، وكلنا بصحة وعافية من الله تعالى. اللهم استجب وارفع هذا البلاء. اللهم أعنا على الصيام والقيام وحسن العبادة والطاعة، فهذه الأيام فضيلة يجب أن نستثمرها بكثرة الدعاء والعبادة. نبدأ درسنا معكم اليوم الاثنين 18 من رمضان عام 1441 للهجرة، 11 من أيار عام 2020 للميلاد. الصف السادس، ومادة اللغة العربية، وموضوعنا جزيرة سيلان، القسم الثاني، التدريبات. فأهلا بكم حتى نبدأ. جاء في القسم الأول من الاستيعاب والفهم ضمن الأسئلة. قبل أن نبدأ، أتمنى أن يكون كل واحد منكم قد أحضر كتابه ودفتره وقلما معه حتى يدون ما يحتاجه. أولاً، تعاون أنت وأفراد مجموعتك على تحديد من النص السابق المتحدث والفكرة العامة والمكان. من كان المتحدث في ذاك النص إن كنتم تذكرون؟ بالتأكيد هو كاتب النص. ما كان اسمه؟ أنيس منصور. ما الفكرة العامة التي كان النص يدور حولها؟ النص كان يدور حول فكرة الشاي، موطنه وزراعته وصناعته وتاريخه، ومكان النص، أين كان المكان؟ المكان هو جزيرة سيلان، والآن اسمها سريلانكا إن كنتم تذكرون. كل هذه المعلومات قد مرت معنا، لما نأتي بشيء جديد الآن. إن كنتم تعرفون، ذاك النص ينتمي إلى فن من الفنون التالية. هل هو من فن المسرح، أم من أدب الرحلات، أم من المقالة؟ هل هو مسرحية، أم أدب رحلات، أم مقالة؟ هو يتحدث عن سفر من مكان إلى مكان، ويصف ما جرى له خلال ذاك السفر.
فالنص ينتمي إلى فن أدب الرحلات. الآن رتب الفكر الآتية حسب ورودها في النص. الفكرة الأولى: أسطورة أول شارب للشاي في العالم، ومعاناة الكاتب في الطائرة، ومراحل إنتاج ورقة الشاي، ثم زراعة الشاي، ووصف جزيرة سيلان. نرى كيف كان الترتيب الصحيح لهذه الأفكار كما جاءت في النص. كل فكرة تعبر عن مقطع. في البداية كانت معاناة الكاتب في الطائرة في المقطع الأول. نجد الكاتب تحدث عن معاناته إلى جوار جاره المزعج كثير الكلام. ثم جاءت بعدها الفكرة الثانية، حيث وصف فيها جزيرة سيلان. ثم الفكرة الثالثة، والتي كانت زراعة الشاي، وتبعها الفكرة الرابعة، وهي أسطورة أول شارب للشاي في العالم، وصولا إلى الفكرة الأخيرة والخامسة، والتي كانت تتحدث عن مراحل إنتاج ورقة الشاي. ثانيا، هات من المقطع الأول ما يدل على ضجر الكاتب وتبرمه من جاره في الطائرة. الكاتب وضح أنه كان مستاء وضجرا بسبب جاره في الطائرة. ماذا يدل على ذلك؟ من حديث الكاتب نجده يقول عندما قال عن جاره: أوجع رأسي بالكلام. كثير الكلام يسبب ألما في الرأس، هذا أمر حقيقي. ثم يصف نومه بطريقة أخرى، انظروا كيف يصف نوم جاره: قرر أن يوقظني بشخيره. فالشخير صوت مزعج ليس من الأصوات المألوفة والمحبوبة. ذكر الكاتب أن أشجار الشاي لا تزرع في بلادنا، فما السبب وراء ذلك؟ لماذا أشجار الشاي لا تزرع في بلادنا؟ طبعا كما تعرفون أن الكاتب من مصر وليس من تركيا، ونحن الآن نسكن في تركيا، وتركيا بلد يوجد قسم منه يزرع الشاي. في جزء من أراضي تركيا يوجد زراعة للشاي، ويوجد إنتاج وصناعة للشاي في تركيا. أما الكاتب من مصر وذكر أنه لا يزرع في بلادنا، فالقاعدة التي تنطبق في بلد لا تعم كل البلدان. لماذا؟ لأن الشاي يحتاج إلى أمطار مستمرة. ذكر ذلك الكاتب، يحتاج إلى أمطار مستمرة متواصلة وحرارة شديدة. مع الأمطار حرارة شديدة وظلال، أي يوجد أشجار وتربة حمراء. إذن الشاي لا يصلح للزراعة إلا في الأماكن
التي يكون فيها أمطار مستمرة وحرارة شديدة وظلال وتربة حمراء. إن وجدت هذه صحت زراعة الشاي. تعرفون من خلال الدرس السابق أن شرب الشاي واكتشافه حدث صدفة وليس بتخطيط، فما هي المصادفة التي أدت إلى اكتشاف الشاي؟ وقد ذكرها الكاتب. المصادفة أن أحد الملوك، وقد ذكر الكاتب الأباطرة، أن أحد الملوك أو الأباطرة كان لا يشرب الماء إلا مغليا، لا يشرب الماء حتى يغلى، وعندما كان الماء يغلى له ذات يوم حدث أن سقطت ورقة يابسة من إحدى الأشجار في إناء الماء طبعا، فغيرت لون الماء فوضع أوراقا أخرى يابسة، فأعجبه اللون الجديد والطعم. إذن أحد الملوك لا يشرب الماء إلا مغليا، ذات يوم أثناء غلي الماء سقطت ورقة يابسة من إحدى الأشجار. بسقوط تلك الورقة تغير لون الماء فوضع هذا الملك أو الإمبراطور أوراقا أخرى، فأعجبه اللون والطعم، وهكذا بدأ شرب الشاي. ما هي المراحل التي تمر بها ورقة الشاي الخضراء لتصبح سوداء؟ إذن أوراق الشاي كأوراق الأشجار، عندما تقطف تكون بلون أخضر، لكن عندما تصلنا وتصل إلى المستهلكين جميعا تكون بلون أسود. فما هي المراحل التي تحول اللون الأخضر إلى أسود؟ بعد نقل السلال التي فيها الشاي إلى المصنع، ثم يتم تجفيف تلك الأوراق، أوراق الشاي، ربما يترك بطريقة طبيعية أو صناعية. الطبيعية أن يترك لوحده، أو صناعية أن يعرض لهواء. وبعدها يوضع في آلة تحطم تلك الأوراق وتجعلها مبرومة حتى يكون بالشكل الذي يصل إلينا فيه، ثم يفرز، والفرز قد يكون بحسب النعومة والخشونة. طول الأوراق له عدة طرق، وبذلك يكون لونه قد تغير وصار أسودا. إذن تنقل السلال التي فيها الشاي إلى المصنع، ثم تجفف بطريقة طبيعية أو صناعية، ثم يوضع في آلة تحطم أوراقه وتجعلها مبرومة، ثم يفرز، وفي هذا الأوان يكون لونه قد تغير من الأخضر إلى الأسود. الذواقة، من هو الذواقة؟ ذاك الرجل الذي يعمل في مصنع الشاي حتى يقرر فرز الشاي ويحدد جودته.
لكن لا يستطيع كل إنسان أن يكون ذواقة، فما هو السبب وراء ذلك؟ أولا، يشترط في الرجل الذواقة ألا يدخن، ألا يكون من المدخنين. الذي يريد أن يعمل ذواقة يجب ألا يكون من المدخنين. السبب لماذا؟ لتكون حاسة الذوق عنده سليمة، فالتدخين يسيء لحاسة الذوق عند المدخن، فالمدخن لا يعرف الطعم الحقيقي. موقف ورأي. يقول الشاعر: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحة ماجد. في رأيكم، هل تحققت للكاتب فوائد السفر الخمس؟ التوضيح، نريد التوضيح من ذلك. بالتأكيد الكاتب استفاد من السفر، فكيف استفاد من تفرج الهم؟ عندما يقول: وجدت المناظر الجميلة، تعرفون أن المنظر الجميل يزيل الهم عن الإنسان، إذن تفرج الهم يذهب بوجود المناظر الجميلة. اكتساب المعيشة من خلال سفره هذا تحديدا، تعلم طريقة صناعة الشاي، فإن وجد مكانا لزراعة الشاي يستطيع أن يعمل بصناعته. العلم، تعرف على تاريخ شرب الشاي. الآداب، استطاع أن ينتصر في المعركة كما وصفها مع جاره، فلم يرد عليه على ذلك الجار كثير الكلام في الطائرة. الصحة، تحدث عن الهواء والنسيم العليل الذي وجده في السفر. يطلب منكم أن تتعاونوا لأجل أن تستخرجوا من المقطع الأول مرادف طرفة. ما مرادف طرفة؟ يرادفها نكتة، والمرادف المشابه في المعنى. إذن مرادف الطرفة النكتة. وما هي الطرفة أو النكتة؟ الطرفة كل شيء مستحدث عجيب، والجمع طرف. إذن الطرفة كل شيء مستحدث عجيب، وجمعها طرف، ومرادفها كما جاء في النص والمقطع الأول منه نكتة. يطلب منكم أن تستخرجوا من المقطع الثاني ضد الحزن. ضد الحزن جاءت في المقطع الثاني البهجة، ونحن هنا في تركيا يسمون الحدائق بهجة، لأنها البهجة بمعنى الفرح في اللغة العربية، والحدائق تدخل الفرح والبهجة والسرور إلى النفس، فهي ضد للحزن. من المقطع الرابع مفرد أباطرة. أباطرة جمع، فما مفردها؟ مفردها إمبراطور، الإمبراطور كما جاءت في المقطع الرابع. جمع أسطورة، الأساطير. اكتب عبارة على نمط العبارة الآتية:
كل نكتة جاءت في رأسي أخمدتها، كل فكرة خطرت ببالي تركتها. كل أمر شغلني تناسيت التفكير فيه. تذوقا، ميز المعنى الحقيقي من المعنى المجازي. المعنى الحقيقي هو الذي لا يحتاج إلى خيال، فأمر واقع حقيقة. أما المعنى المجازي ليس معنى حقيقيا، إنما يكون في الخيال. يوجد عندنا ثلاث جمل، سنعرف هذه الجملة هل المعنى فيها حقيقي أو مجازي. الجملة الأولى: يأس الرجل. يأس الرجل المعنى فيها حقيقي، الإنسان قد يصيبه اليأس. أوجع رأسي بالكلام، المعنى هنا هو المعنى الحقيقي، لأن الإنسان أحيانا يشعر بالألم في رأسه من الكلام. النسيم يغسل وجهي، وهنا المعنى المجازي، لأن الغسيل الوجه لا يكون إلا بالماء، وهنا جاء المعنى مجازيا. والآن حتى ننهي درسنا، سنعرب معكم للفائدة والتذكير ثلاث جمل. الجملة الأولى: هبطت الطائرة أرض الجزيرة. الجملة الثانية: كان الشاي أحسن. الجملة الثالثة: أن يغلي الماء قبل شربه. هبطت، هبطت نعربها هبط، فعل ماض مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث الساكنة، وتاء التأنيث الساكنة ضمير متصل لا محل لها من الإعراب، وحركت بالكسرة منعا لالتقاء الساكنين. هبطت، إذن فعل الماض مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث الساكنة، وتاء التأنيث الساكنة ضمير متصل لا محل لها من الإعراب، وحركت بالكسرة منعا لالتقاء الساكنين. الطائرة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الطائرة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أرض مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن هبطت الطائرة أرض، أرض مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الجزيرة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الجزيرة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. كان الشاي أحسن. الجملة الثانية طبعا: كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح الظاهر على آخره. إذن كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح الظاهر على آخره. الشاي اسم كان المرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أحسن خبر كان المنصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح الظاهر على آخره. الشاي اسم كان المرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أحسن خبر كان المنصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أن يغلي الماء قبل شربه. أن حرف نصب، يغلي فعل مضارع منصوب
وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن أن حرف نصب ويغلي فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الماء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قبل مفعول فيه ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. شربه مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إذن قبل تدل على الزمن، فهي مفعول فيه ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. شربه مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. نشكر لكم حسن المتابعة، على أمل اللقاء بكم في درس جديد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم بحفظ الله ورعايته. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.